بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، ودرس جديد من دروس مجموعة العميد التعليمية في قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة، مدرسة العميد الابتدائية، الاجتماعيات للصف الرابع، إعداد المعلم حيدر حسن. درسنا لهذا اليوم بعنوان المدن التاريخية. كما تعودنا سابقا في بداية كل درس من دروسنا نستعرض مجموعة من الأهداف السلوكية. يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أول يعدد المدن التاريخية في العراق، يشرح مدينة أور، وأيضا يعرف مدينة الحضر. سؤال: بماذا عرف العراق وما هي أهم المدن الأثرية؟ الجواب: عرف العراق ببلاد الرافدين. أهم المدن الأثرية هي مدينة أور ومدينة الحضر. سؤال: تكلم عن مدينة أور. الجواب: ظهرت مدينة أور في جنوب العراق بالقرب من الناصرية حاليا، وتقول بعض الروايات بأنها مولد النبي إبراهيم عليه السلام. وهذه الصورة توضح الآثار لمدينة أور. عرف مدينة الحضر. الجواب: تسمى مدينة الشمس وتقع إلى الجنوب الغربي من الموصل الحالية، وما زالت آثارها باقية من المعابد والتماثيل وأيضا الأعمدة. وفي نهاية درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله.